وبنهاية صباحنا لليوم وفقرتنا حنروح اليوم لعالم الطفل والطفولة، وحنحكي عن أهمية القراءة بحياة طفلنا. قديه نحن قادرين نعطي هذا الطفل بعمر مبكر؟ قديه مهم يبلش يقرأ بعمر مبكر؟ شو هي أنواع الكتب اللي ممكن يلجأ لها الأهل لتزيد ثقافة هذا الطفل بعمر مبكر؟ هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم سميرة شكر، كاتبة أخصائية في مجال الطفل. يسعد صباحك سميرة. صباح الخير وصباحك يعني. يعني اليوم هو حديث البلد الكتاب اليوم، شام البكور عملت هيك خلت الناس كلها اليوم تتمنى كل حدا مننا يكون عنده شام. فخلينا هيك نحكي بداية، قديه نحن مهم نعمم ثقافة القراءة عند الطفل؟ أول شيء مبروك لشام، إن شاء الله تكون شام قدوة لكل أول شيء للأهل حتى يقدروا يطلعوا شيء من ابنهم. هي يعني صحتنا هزتنا بالفعل. هاي هي والأم هي يعني شام صارت مثل صحوة لإلنا، مثل صحوة لإلنا. هلأ مشان نرجع لحنا للكتاب، نرجع للقراءة، نرجع نوعي أطفالنا شوي، ممكن نبعدهم عن التكنولوجيا، الموبايل، الشغلات اللي هلا عم تلهيهم عن الكتاب والقراءه والقصص وهالشغلات هي. المهم كثير الاهل يبلشوا من العمر الطفولة. من الطفوله. هلا انا قايله بلقاء سابق انه لازم تبلش الام تقرا لطفلها من هي وحامل فيه، من هو جنين لازم يسمعها عم تقرا لو انها شغلات بسيطه. وبالثلث الاخير من الحمل ببلش الطفل يفهم الام شو عم تقرا له، او شو عم او يدرك شو انه شو هي عم تقرا له الام. بعمر الاشهر وعمر بلش من الولاده ممكن للسنه نبلش نجيب لهم. في اطفال في اهل ببلش بيقولوا بيعطوا الموبايل مثلا في عليه غنيه في عليه انشوده لحتى يشوف الالوان والاشكال والالعاب. فبدل ما نعطيه نحن الموبايل ممكن نعطيه كتاب، في كتاب صغير في صور في رسومات تلفت نظره، خليه يتعود على فكرة الكتاب من هو صغير. هاي الفكرة انه نحن ولو هو يتعود حتى لو هو ما بيعرف شو في داخل هدول الصفحات، ولكن منظر الكتاب لحاله انه هذا شيء صار مألوف بحياتي يعني. تمام، بيتعود عليه من هو صغير بدل ما يتعود على انه شغلات تانية. طيب نحن اليوم قديه مهم نختار العناوين الصح لأطفالنا ونراعي موضوع العمر؟ إذا هيك حبينا نكون معك بمكتبة. تمام. هلا مهم كثير الاهل ينتبهوا للعمر، العمر من 3 لـ5 سنوات طبعا. صحيح. ما فيني انا اجيب لهم الكتب اللي بيقراها عمر من 6 سنين لـ10 سنين مثلا. العمر الصغير بدي اختار لهم مواضيعهم اللي بتهمهم، الشغلات اللي بتعرفهم على المحيط اللي حواليه. شو يعني اليوم اذا حبينا نعطي هلا مثلا في الكتيبات الصغيره اللي بتجي بتعلم كلمه او تعريف على الاشياء اللي حواليه. في مجموعه مثلا اسمها انا حكيت عنها قبل اسمها المكتشف الصغير. هي بتعلم الطفل كل شيء حواليه كلمه ومعناها، ممكن باللغه العربيه وممكن باللغه الانجليزيه. لعمر اكبر شوي خلينا نبلش بقصص حكايه قبل النوم، اللغه البسيطه، تعليم القراءه من بجمل مثلا، جمل بسيطه. لعمر اكبر ممكن هو يبلش تعاوني انت وياه تختار مثلا روايات بسيطه، روايات لعمر الشباب لليافعه للناشئه بعمر 10 سنين لـ12 سنه. ممكن الشغلات العلميه، هلا عم نشوف جيلنا كثير عم يحب شغلات الفضاء، الديناصورات، الفيزياء، الكيمياء، كثير انا عم نشوف الاطفال او الجيل الجديد مهتم بهي المواضيع. حلو، فنحن ممكن نساعدهم على شغلات. اشاره حلوه اليوم ما عم تقولي لنا اياها، انه اليوم عم يروحوا لهدول القصص. يعني للاسف الميديا والتكنولوجيا اخذوا حيز الاكبر، يعني فقدنا متعه القراءه يعني. تمام. ككبار فكيف الصغار يعني؟ تمام، بس نحن هلا فينا نرجع، ما فات الاوان يعني، فينا نرجع اطفالنا للكتاب. هلا انا ما بنكر انه التكنولوجيا والموبايل هي كمان قراءه، في ممكن هلا عم نشوف فيديوهات او عم نشوف شغلات تعلمهم شغلات كثير حلوه، بس بضل الكتاب له متعته، له حتى له منافعه اكثر، اقل ضرر على عيون الطفل، على جلسته الصحيه، على صحته، بضل الكتاب اقل ضرر من الموبايل. طيب خلينا نحكينا اليوم عن دور الأهل، قد ايه اليوم الأهل مفروض يكونوا ببداية طفولة الطفل عندهم بهدول القصص، كيف ممكن يحفزوه ويوجهوه بشكل صح؟ انتقلنا للمدرسة وصار في عنا عالم آخر، كادر تدريسي هو مرافق للأهل بالبيت، كيف بيتم التنسيق وشو دور المدرسة بهي النقطة؟ طبعا المدرسة لها دور كبير، وهو الدور الأكبر اللي بيجي بعد الأهل.
لأنه صارت بقى حياة الطفل كلها بالمدرسة. الأنسة لها تأثير، المحيط اللي حواليه، الرفقات لهم تأثير. يعني بتمنى من المدرسين والكادر التدريسي يكون عندهم أول شيء طريقة بإعطاء المنهاج. إحنا شوي منهاج نجاف، ممكن نعمل مثلا المادة التاريخ، مادة الجغرافيا على شكل قصة، على شكل رسومات، نحبب بالمنهاج أكثر. أو ممكن نحن بالنسبة للقراءة نعمل لهم بآخر الدرس، أو هلا ممكن يكون ما في وقت، بس نحن يعني بنساعدهم شوي لنطلع من جو الدرس، نقرا لهم القصة آخر التحفيز. خلينا نقول من باب التحفيز اليوم، من باب التحفيز، من باب التشجيع، خلينا نشجع المكتبات المدرسية يكون فيها على طول كتب جديدة، يكون شكلها ملفت لحتى الطفل يقدر يزورها. المكتبات المدرسية كثير مهمة، يعني هلا للأسف ما عم نشوف بمدارسنا المكتبات المدرسية فعالة مثل قبل. أنا بتذكر على وقتي أنا كنا ننزل، كنا نستعير كتب كنا نستعير القصص. كان في كليلة ودمنا، أنا كنت أقرأ كليلة ودمنا. كان في سلسلة اسمها أقرأ، بتجي هيك كتب صغيرة. هلأ ما عم نهتم بهذا الموضوع، ما عم نهتم بموضوع المكتبات المدرسية أبدا. الطفل هلأ بيلفته الشكل، الرسومة، خلينا نزينها، خلينا نزين المكتبة المدرسية، يلفت يعني ينجذب الطفل لإلها، ويكون فيها أهم شيء يكون فيها كتب جديدة، ما يكون الكتب قديمة أو أنه إحنا هلأ الجيل ما بيقرأ. طيب نحن بهاي المرحلة منتوجه للطفل بالألوان وبالعناوين اللي هي بتستهوى وبتناسب عمره، ولكن إذا بدك تبني هاي الشخصية بدك تعززي اللغة العربية. واللغة العربية اليوم قد ما يعني كلنا عم نقع بأغلاط لهلأ فيها، يعني بحاجة من الصغر. فنحن قد ايه اليوم مهم نعزز موضوع اللغة العربية، وكيف قادرين نعززه؟ طبعا هو كتير مهم. أنا بيأسفني هلأ بشوف أطفال بيجوني من طلاب مدارس مثلا عمر صف ثالث أو صف خامس، أنا ما بعرف هجي أو ما بعرف أقرأ باللغة العربية. هلأ هي بترجع لأنه مثل ما قلت كثرة الممارسة وكثرة القراءة باللغة العربية الفصحى أو الصحيحة قدر الإمكان. أهلي يقروا باللغة الفصحى، لو الطفل ما بيفهمها ممكن أنا أقرأ له القصة باللغة الفصحى بعدين أنا أشرح له إياها بالعامية، بس هو ضروري كتير يسمعها متداولة بالبيت عن طريق قصة، عن طريق كتاب بنقرأ سوا، عن طريق نشاطات لحنا بنعملها، عن طريق مسابقات باللغة العربية. هيك بتتعزز اللغة العربية، ما فيني أنا أجي أعطيها فورا، تتعزز بشغلات هو بيحبها. حتى فينا حتى لو رحنا موضوع الموبايل، لقصص الموبايل، نشوف الاولاد كلها صارت على اليوتيوب، يعني فينا نروح لموضوع القصص باللغه الفصحى. يعني تمام، في قصص وفي اناشيد باللغه العربيه الفصحى اذا هو ما بيرغب مثلا يسمع القصه. عم نحكي باي عمر اليوم؟ هلا بالنسبه للغه العربيه لازم نبلش نقرا بالفصحى من الصغر لحتى هو يتعود عليها، حتى يكون عنده مألوفة، ما تكون بس ليفوت على المدرسة ويبلش يقرأ ويبلش يعطوه دروس العربي تكون عنده هي شيء غريب أو صعب اللفظ عليه. لما يبلش من عمر صغير في قاعدة أساسية أنه أنا إذا بدي أعلم طفل أي سلوك أي لغة أو شيء أخلاقي أو شيء تربوي قبل 7 سنين. بعد 7 سنين مو ما بيتعلم، بس بتصير المهمة كتير صعبة، بصير تلقي للسلوك اللي أنت بدك تتعلميها بيصير كتير صعب عند الطفل. كونه عم نحكي 7 سنين ونحن لازم قبل 7 سنين، كل طفل له شيء مميز بحياته بيميزه عن رفقاته، بيميزه عن اخواته، حدا بالرسم، حدا بالقراءه، حدا بالشعر. اليوم وقت بنشوف طفلنا عنده شيء خاص في خاص بعالمه، كيف نحن قادرين نعزز هي الموهبه؟ وقد ايه مهم اليوم انه نحن ما نروح لموضوع انه انا خلص اكتفيت بالمدرسه، انا ظروفي ما بتسمح لي انا لا احضر كورسات ولا اشتغل معه باي شيء ثاني. تمام. هلا انا على هو ما شفت وقت طلعت الطفله شام، فاغلب الاهل صار يقولوا انا كيف بدي اطلع بنتي او ابني مثل شام. ما قلت لك يعني اليوم ام والدتها لشام نوجه لها تحيه. هزتنا يعني، صرنا نتمنى انه كلنا يكون عندنا هاي الطفله بحياتنا. بس انا مو شرط اطلع طفلي مثل شام. شام شيء كثير مميز ومبدع وكبير، وكل طفل عنده موهبه، ما مو شرط تكون موهبه طفلك بالقراءه، ممكن تكون موهبة طفلك الرسم، الموسيقى، الرياضيات مثلا، الشيء العلمي. لما بدك تطلعي شيء من طفلك اول شيء بدك تراقبيه من صغره، تشوفي هو شو ميوله، تحاولي تساعديه تنمي له هاي الموهبه، مو شرط كورسات ولا شرط معاهد، انت بالبيت مثلا موهبه الرسم تعال نرسم انا وياك، تعال نعمل نشاطات. ممكن يكون في طفل عنده موهبه مثلا بيحب الطبخ
في العاب بتعلم مثلا تقطيع الفواكه، في انت تعال نعمل هي الاكله اللي انت بتحبها تعال نعملها سوا، هيك بتنمي له مثلا. ممكن يطلع ليش ما حد ابني بس يكبر شوي يطلع شيف مهم مثلا. الموهبه مو بس القراءه او مو بس بالحفظ او مو بس، كل طفل عنده موهبه، ما في طفل ما عنده شيء مميز عنده، وكل طفل بحاجه لدعم. واليوم هذا واجبنا وهذا دورنا كاهالي، انه نحن هذا الاهتمام يكون باطفالنا من الطفوله. يعني نحن مثل ما بيقولوا نمسكهم اول الخيط، نكون معهم باول طريقهم لنقدر نوصل فيهم لهيك مستقبل يكون من خلال يقولوا يعني امي وابي كانوا معي بهي الفتره. بدي اتشكرك كثير لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. سميره شكر، كاتبه اخصائي في مجال الطفوله. شكرا لك. يا هلا. اما نحن مشاهدي